شراكة جديدة لتمكين الشباب في الكويت تمت من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنصة فو الكويت التي تحتضن الشباب وتعمل على رعايتهم وتطوير المواهب الشبابية. مذكرة التفاهم ستكون فرصة فاعلة لتدريب الشباب الكويتي وخلق فرص عمل لهم وتسويق مواهبهم في الأسواق الإقليمية والدولية. إن الاستثمار الأمثل اليوم هو الاستثمار في الشباب باعتبارهم أساس التنمية المستدامة. فقد أعلنت منظمة اليونيسف ومنصة فو الشبابية عن توقيع مذكرة تفاهم وإقامة شراكة لرعاية وتطوير المواهب الشبابية في الكويت من خلال تمكينهم وتدريبهم بهدف إعدادهم لأسواق العمل المحلية والدولية. هذه من أهم الخطوات اللي فو خذتها، لأن إذا إحنا استراتيجيتنا دعم الشباب، فأهم شيء في دعم الشباب إن هم التدريب والتأهيل، لأن في شباب عارف هو شنو الحلم ماله بس يحتاج إنه يتأهل أو يتدرب على أساس يكون قادر إنه يحقق هذا الحلم. هذا يتوافق مع تنمية الدولة، مع الاستراتيجية التنمية مالت الدولة، إن إحنا قاعد نحاول ننمي شباب، مو بس نحقق أحلامهم، إحنا قاعد نحقق أحلامهم إن بالطريقة الصحيحة بالتأهيل والتدريب على أساس إنه يوصلون بالمستوى اللي تحتاجه الدولة. أعمل على دعم هذه المشاريع ودعم هذه المبادرات بحيث إنه يعني ممكن أيضا يكون في تبادل خبرات مع الشباب في جميع أنحاء العالم، ويمكن أيضا بذلك شباب الكويت أيضا يشارك في الفعاليات العالمية والإقليمية الخاصة بالشباب، بحيث أنهم يقدمون تجاربهم وآراءهم، وكذلك هم يعني استقبلوا بعض الآراء والتجارب من الجهات الأخرى. ونحن في اليونيسف نرى أن للشباب دور كبير جدا في حتى في مجتمعاتهم، فتقوية في يعني الشباب إذا كانوا اليوم هم لديهم مقدرات كاملة وهم لديهم يعني إمكانات ممكن تساعد في التصدي لكل القضايا. مذكرة التفاهم تحدد خطوات لبناء تعاون مؤسساتي على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال تبادل الخبرات وتزويد فو بالمعايير الدولية لخلق فرص لمساعدة الشباب ودعم رحلتهم المهنية. الشباب الكويتي لديه فرص وإمكانيات كبيرة على مستوى ثقافي وتعليمي عالي، لديه طاقة كبيرة وقدرة على الابتكار، يحتاج إلى منصات مثل منصة فو، وأيضا لدور التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشباب والطفولة وخاصة منظمة اليونيسف. شباب لديه مبادرات كثيرة وابتكارات في المجال الأعمال، نسعى من خلال هذا التعاون إلى أن نربط المحددات والاشتراطات والابتكارات الدولية مع الشباب الكويتي. مثل هذه الشراكات ستجعل شباب الكويت أكثر انفتاحا وتبادلا للخبرات مع شباب العالم بما يخدم تطلعات كويتهم الجديدة وخطتها التنموية الطموحة. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.